معلومات من غوارديولا ليكسب برشلونة. ترجع كرة، هذا ما قاله يوب هينكس، والكرة ترجع مرة ثانية. كنترول، اختيرة صعبة، الانطلاق، التوزيع، بشكون اختيرة برشا، بشكون اختيرة برشا، دونتي والراس والهدف الأول، الهدف الأول للبافاري. قلتلك باش تكون اختيرة برشا، باش تكون صعيبة برشا، باش تكون مهمة برشا. 1-0 لكتيبة الرومينيجي، وهونس 1-0 لبايرن عن طريق مولر. 1-0 بالراس. المباراة تتوتر، المباراة تتطور، المباراة ستخرج من عمق الزجاجة، من الحسابات. البايرن الهجوم الرهيب، الأحجار الكريمة يا منشك، دانتي بالراس والثانية بالراس، أخيرها شباك، أخيرها اهتزاز، أخيرها اهتزاز للمرمى، واهتزاز للمدرجات، واهتزاز بالأعصاب، واهتزاز بالأفراح. 1-0، دانتي يغلب ألفيش، وبيكي يخسر الدويل مع مولر، رأسية ودبل راس، يتحقق الكاس والسعادة الناس لعشاق باير. 1-2 يحط الساقو، الآن تجي الساق الروبان، رد بالك بالراس، والهدف الثاني، الهدف الثاني البافاري، ما يرحموش، السوبر ماريو كومش جول، تلاسي باير مونشن. 2-0 للبافاري، ما يرحموش، ما ترحمش يا هونس، كيما كنت انت ملاعبي، ما ترحمش يا رومينيجي. هدفين للصفر، ماذا يحدث في الاليانز ارينا؟ الدمار الشامل بكرة ثانية، فماش تسلل من هذه الزاوية، الدفاع يغلط، كل الكرات العالية ياخذها منشن. شوف الكسيس الكارثة ايش يعمل، يطلع ويعبط الولاد قصار، والبايرن طوال، ومولر يصنع هدف ويسجل جول، ونتيجة 2-0 بلغة التور. الله الله يا عبد الله، الله الله، إذا تبرشي في كورة ممتازة جدا من ريبيري، وفرصة كبيرة، والثالث عن طريق روبان، روبان يتعدى، والهدف الثالث مش ممكن، أريون روبان، جول، الهدف الثالث لبايرن ميونخ، مش ممكن يا البافاري، مش ممكن يا الألماني، أمان يا الألماني، 3-0، 3-0، نسينا المتعة الأولى بتاع ريبيري، شوف الباس، شوف إيش يعمل، شوف هاو سدد وحتى جول. 3-0 يا ريان، 3-0 للصاروخ، بالسرعة كانوا أفضل، بالقوة كانوا أفضل، بالخطورة والنجاح كانوا أحسن. هنا فما بلوكاج، هذه بلغة الباسكيت، فما بلوكاج، شو عمل مولير؟ لا خطأ يا حكم، يا حكم، يا كساي، يا فيكتور، الله يهديك يا كساي، هي الكرة هفوات، هي الكرة غلاف، هي الكرة أخطاء، والنتيجة ما يغضبش. 3-0، باي باي، يلزم هدف لبرشلونة، ولكن أين هذا الهدف؟ والرابع، والهدف الرابع، وبالحق باي باي، الرابع وبالحق أديوس، الرابع عن طريق توماس مولر. المنشن يلقن الدروس ويرفع روس ألمانيا. لم تكذب ميركل، لم تكذب المستشار لما قالت أرى الفاينل في ويمبلي، بايرن دورتموند في جزء الأول يقتربون، وفي جزء الثاني يحلمون ويتمنون غدا أن يعطي بروسيا خطوة كبيرة نحو نهائي بوندسليغا، نحو لقب لدوري الأبطال. غاب عنهم سنين وتمنى عنهم سنين، ولكن سيعيدونه إلى أرض ألمانيا، أرض الألمان. نجم الكرة الهولندية يدخل في اليسار ويصاب، ذكريات السبعينية. انسلتن يا أريان روبن،
سرية ذهبية في الشباك الكتالونية. نار 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 بايرن ميونخ في هذا المشوار. الريال روبن الهولندي المتحدي والكتيبة البافارية تأخذ أجمل أسبقية على الأراضي الكتالونية. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. كرة رائعة، كرة خرافية، بافارية في الملاعب الأوروبية. مانجوكيتش الرمل التمريض لويس جوستافو. ماكينة ألمانية في التحرك، ماكينة ألمانية، ماكينة ألمانية. جول 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 جول. الألمان قلت لكم مشاهدينا الكرام، هم ملوك الزمان. بالنيران يكتوي الإسبان. نيران صديقة لبيكين باور جنرال بيكي. انتهت دور السيدي برشلونة. كرة ألمانية نارية، ريبيري في التوزيع، وجنرال بيكي يضع الكرة في الشباك وهو الفتاك، والنهاية دراماتيكية للكتيبة الكتالونية. قلت لك عذبت ألمانيا سابقا منتخب إسبانيا، فاز على ألمانيا في نهائي اليورو 2008. منتخب إسبانيا أقصى ألمانيا من نصف نهائي المونديال 2010، ومنتخب إسبانيا فاز باليورو 2010.